دعاء الشدائد باسم الله الأعظم. علمهن النبي صلى الله عليه وسلم لإجابة الدعاء وقت الشدة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، باسمك الأعظم يا أرحم الراحمين.